بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. قال: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. ثم ذكر جملة من هذه المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية استفتاح تلك الصلاة بدعاء الاستفتاح، وكذلك الأذكار الواردة في الصلوات كما بين ذلك الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لهذه الدعوات التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. وكانت الرواية الأولى رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر، ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا كان دعاء استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته بعد التكبير وقبل القراءة. فكان بيسكت النبي صلى الله عليه وسلم الهنية لحظة بين التكبير وبين القراءة. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يكبر تكبيرة الإحرام كان يسكت ويفصل بينها وبين القراءة، فكان في هذه السكتة بيستفتح الصلاة بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح ورد على صور متعددة، من هذه الصورة التي نقلها لنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر لنا ما كان يستفتح به النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من ذلك الدعاء. فكان يدعو بذلك الدعاء، يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. دائما وجهة الإنسان بالعمل تكون لربي سبحانه وتعالى دون سواء. وقلنا معنى ذلك هو أن نخلص من القلب أي شوائب أو أي علائق بيتجه القلب حتى يتجه القلب بذلك العمل إلى ربي سبحانه وتعالى. فأي عائق يعوق سير الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى لابد من إزاحته ولابد من إزالته من قلب العبد حتى ينقى ذلك القلب تماما، وتكون الوجهة عند ابتداء أي عمل من هذه الأعمال أن تكون لله سبحانه وتعالى دون سواء، حتى نحقق من خلالها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله وجهه على النار إلا أدخله الله عز وجل الجنة. يبقى نقول أن احنا بنحتاج إلى تحقيق هذه الكلمة في واقع الحياة، وليس تحقيق الإنسان لهذه الكلمة يعني يحقق عن طريق الكلمات، ولكن هي كلمات نعبر من خلالها عما كان في القلوب. يبقى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. ويبقى نقول نعبر من خلال هذه الكلمات عن صفاء ونقاء القلب في وجهته إلى ربي سبحانه وتعالى. وكما أيضا بنقف على معاني هذه الكلمات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دايما كده حياة الإنسان، يعني حياة الإنسان مرسومة عن طريق التوحيد،
إقرار الإنسان، قلنا كل جارحة من جوارح الإنسان ناطقة بلا إله إلا الله، كل جارحة من جوارح الإنسان ناطقة بلا إله إلا الله. إذا إن كان الإيمان بث وزرع بصورة صحيحة في قلب الإنسان، نقول إن هذا الزرع لهذه اللفظة في قلبه لابد أن يرى أثر هذا الزرع على جوارح الإنسان، إن بات هذه الكلمة تكون على جوارح الإنسان، على لساني وعلى عيني وعلى سمعي وعلى بصري وعلى كل جوارح الإنسان. يبقى نقول أن لا إله إلا الله منهج حياة، هي منهج حياة، قلنا يبقى منهج حياة يبقى كل جوارح الإنسان يبقى لابد أن تكون ناطقة بلا إله إلا الله. فكان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن وجهة الإنسان بالعمل تكون لله سبحانه وتعالى دون سواه، وأن الإنسان حيعلن البراءة من الشرك، الإنسان يعلن البراءة من الشرك حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. يبقى أن نتنزع عن الشرك قلنا قولا وعملا، يبقى نتنزع عن الشرك قولا وعملا، والله تبارك وتعالى كما بين لنا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان المشركين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إنسان بيحتاج إلى الإعلان وإلى أيضا ترداد وتكرار ذلك الإقرار دوما على لساني، إحياء لما في قلبي من الإيمان، إحياء لما في قلبي من الإيمان. ثم أيضا أن يعلن الإنسان أن وجهته إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يبدر منه وفي كل أعماله وفي كل لحظاته. يبقى مش إحنا هنتجي بهذا العمل حال الصلاة فحسب، ولكن كما بين يبقى وإحنا في الصلاة نقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما من المشركين، ويعلن أن كل دقائق الحياة هي أيضا نتجه فيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا نستخلص لحظة واحدة لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن كل هذه اللحظات قلنا اللحظات ودقائق حياة الإنسان كلها نتجه من خلالها إلى ربي سبحانه وتعالى، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله بالعالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. البعض قال وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، سواء قال وأنا من المسلمين أو أنا أول المسلمين، يبقى كما قال وردد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الذكر ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وبذلك أمرت وأنا من المسلمين قلنا حق تسير، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أيضا كالآية، قلنا معنى الكلام مش بنعلن أنا أول من أسلم، ولكن وأنا أول المسلمين أول من يتبادر إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى، الأول من يبادر إلى امتثال أوامر رب سبحانه وتعالى. ثم يعلن اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أي أنت القادر على كل شيء، أنت الملك الحقيقي لجميع المخلوقات. يبقى الإنسان بيتأول، إنسان بيعلن اللهم أنت الملك، شو نتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته، يبقى اللهم أنت الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى أنت الملك، ولما نجي نتلفظ باسم الأسماء الله سبحانه وتعالى لابد أن نعي مدلول ذلك الاسم، لابد أن احنا نعي مدلول ذلك الاسم، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. لما بنيجي ننظر كده إلى هذا الدعاء اللي احنا بنستفتح به الصلاة قلنا كله توحيد وبيان لحق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وكذلك إخلاص الوجه إلى ربي سبحانه وتعالى. يا والله عز وجل كما بيّن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، يبقى إحنا حنجرد هذا الدين لله سبحانه وتعالى، لا نقول عن طريق الأقوال قولا وعملا واعتقادا، وأن العبد لابد أن يظهر الاستسلام والانقياد لربي سبحانه وتعالى. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. بل عبد بيعترف بتقصيره وأيضا عدم أو بيذكر تقصيره وعجزه وكذلك وضعفه، أن ضعف الإنسان، أن لولا ذلك الضعف ما وقع الإنسان في تلك الزلات،
ولا في تلك الذنوب والمعاصي، اعتراف، وبالتالي ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، والنبي يعترف بين يدي الملك الديان سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لما مدح الطائفة التي آمنت بربها سبحانه وأخلصت في دينها وأخلصت في أقوالها وأعمالها ربها سبحانه، ذكر الله عز وجل والذين إذا ظلموا أنفسهم، والذين إذا فعلوا فحش أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو وقع زلة الأقدام في معصية قلنا لبادروا بالتوبة والاعتراف بالتقصير، وكذلك بظلم النفس عندما وقع فيما حرم ربنا سبحانه وتعالى، ولكنه عن غير إصرار وعن غير تعمد، ولكن زلة القدم قلنا ذاك نتيجة لضعف الإنسان، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. نتعبد لله سبحانه وتعالى أنه الغفور الرحيم، الله عز وجل والغفور الرحيم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، يبقى من يغفر الذنوب إلا الله؟ الله عز وجل والغفور الرحيم. وبالتالي لما بيقع الإنسان في ذلة قدم أو في ذنب أو في معصية يبادر بالتوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، ويتعبد رب سبحانه وتعالى أنه هو الغفور الرحيم والذي يغفر الذنب والذي يأخذ بالذنب، والله تعالى والذي يغفر الذنب والذي يأخذ سبحانه وتعالى بالذنب. فاعتراف العبد بتقصيره وبظلمه لنفسه وتعبد الإنسان لرب سبحانه وتعالى أنه غفور رحيم، وبالتالي لا يأس ولا يقنط من رحمة ربي، فإن زلت القدم عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى، وكذلك تعبد رب سبحانه وتعالى أنه الغفور الرحيم. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. مع اعتراف العبد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، يبقى اعتراف العبد أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى دون سواه، وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل سبحانه وتعالى من يشاء، يهدي من يشاء بفضل وإحسان وإنعامه، ويضل من يشاء بعدل وحكمته سبحانه وتعالى. وأن كل ده معاني الكلام، وبالتالي لابد أن احنا لما نتجه إلى ربي سبحانه وتعالى بالدعاء الناعي، الناعي ما نقول، وأن مش الفرق ما بين هذا الدعاء والدعاء الآخر هي فرق في الكلمات أو في مبنى الكلمة، ولكن نقول لابد أن تكون معاني بيستشعرها الإنسان. أنت مقبل على أداء عبادة، وبالتالي يبقى في حضور القلب وكذلك أيضا خشوع الأعضاء وانكسار العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يعي ما يقول، نعي ما نفعل. عبارة الصلاة مش عبارة عن أقوال وحركات بنؤدي من خلال الصلاة يبقى والله بهيئة معينة وانتهى الكلام، لا، نقول ان احنا بنصلي، يبقى نقول كل جوارح الانسان تؤدي هذه العبادة لربها سبحانه وتعالى، فلابد من حضور القلب واستحضار ذلك الخشوع لربي سبحانه وتعالى عندما أتمم أي عبادة من تلك العبادات. وهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. قلنا العبد دايما يبقى إجابة من بعد إجابة، إجابة من بعد إجابة، واعتراف العبد أنه مقيم على طاعة ربي سبحانه وتعالى إقامة من بعد إقامة، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليه. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله وغيره فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى وفي مدح الرب سبحانه، فأن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساوئ هذه الأمور على جهة الأدب، يعني والشر ليس إليك. قال أما قال والشر ليس إليك فمما يجب تأويله أن مذهب أهل الحق أن كل هذه الأمور المحدثة فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه، من جهة الخلق والإيجاد الله عز وجل الله خالق كل شيء، يبقى من جهة الخلق والإيجاد الله خالق كل شيء، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا الخير وخلق هذا الشر، ولكن من الأدب هو إن العبد لما يفعل الشر بينسب هذا الشر إلى فعل نفسه، الله عز وجل خلقه، لكن من جهة الخلق والإيجاد كله خير، يبقى من جهة الخلق والإيجاد كله خير، ولكن لما بيتلبس الإنسان نقول الظلم هذا مخلوق، ولكن لا يوسم الإنسان بالظلم إلا إن كان هناك ممارسة لذلك الظلم، وبالتالي الشر كان من النفس، ولذلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخير كله في يديك، يبقى نقول الله خالق كل شيء،
خلق الخير وخلق الشر. الله عز وجل خلق الإيمان وخلق الكفر، خلق الطاعة وخلق المعصية، يبقى الكل من خلق الله سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، وبالتالي كله خير بالنسبة للخلق والإيجاد. لكن نقول الشر ده يعني لا يوسم الإنسان بالشر أو السيئة أو المعصية إلا عند الممارسة، فنفرق ما بين الخلق والإيجاد وبين ممارسة الإنسان لذلك الأمر. لذلك قال والشر ليس إليك وأنا بك وإليك، هذا كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى وإن تصبهم حسنة يقول وهذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول وهذه من عندي، كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يبقى فمن نفسك. يبقى نقول ده أساسا نوازع الشر عند الإنسان دفعته إلى ارتكاب ذلك الأمر. الله عز وجل خلق يعني الظلم ولكن أمر بالعدل ونهى عن الظلم وبالتالي لو مارس الإنسان المعصية تقول كل ده من خلق الله سبحانه وتعالى، ولكن لما عند الممارسة يوصف الإنسان يوصف بالممارسة، نقول هذا إنسان سارق، هذا إنسان زاني، هذا إنسان مثلا من دأب كذا وكذا، عند الممارسة، عند ممارسة الفعل. فالله تعالى نهى عن هذه الشرور وأمر بكل خير، والله تعالى الذي خلق الخير والشر. من ناحية الإيجاد والخلق هذا طبعا خير، هذا خير، ولكن نقول من ناحية أن الإنسان يوسم بأي صفة، صفة الفسق أو غير ذلك، نقول هذا لا يوسم بها إلا بالممارسة. ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي سبحانه وتعالى أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربنا سبحانه وتعالى كما بين وما ربك بظلام للعبيد، ولكن هذا ظلم الإنسان لنفسه. لذلك آدم عليه السلام قال ربنا ظلمنا أنفسنا، يبقى آدم عليه السلام ربنا ظلمنا أنفسنا، يبقى الظلم أتى من تحريك هذه النفس إلى فعل ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله في هذا الكلام وهذا الدعاء إرشاد إلى الأدب في الثناء على الله عز وجل وفي مدح سبحانه، فإن يضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها على جهة الأدب. وأما قوله الشر ليس إليك فمما يجب تأويله، قال لأن مذهب أهل الحق أن كل هذه المحدثات فعل الله عز وجل وخلقه سواء خيرها أو شرها، وحينئذ يجب التأويل، يجب التأويل. قال وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، قال توفيقي بك والتجائي وانتمائي إليك، يبقى أنا بك وإليك وما توفيقي إلا بالله. قلنا اعتراف العبد بعجزه، اعتراف العبد بعجزه، ولولا أن الله تعالى مد ذلك الإنسان بالعون والمدد ما استطاع أن يؤدي أي عبادة من هذه العبادات. قلنا يبقى تناسب ده أن في بداية العبادة نقول اعترف بذلك الأمر، لولا أن الله تبارك وتعالى وفقنا ابتداء ما استطعنا أن ننشئ هذه العبادة، وكذلك إحنا بنستنطر ذلك المدد والعون من ربي حتى نوفق إلى إتمام تلك العبادة. وقال ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لنا نورنا، ونفس القضية. يبقى الإنسان بيطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يستمر به ذلك المدد والعون حتى يوفق إلى إتمام تلك الطاعة. وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك، يبقى كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفتتح الصلاة. كذلك إذا ركع كان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي، يبقى هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع، عند ركوعه يبقى كان بيدعو أيضا بذلك الدعاء، اللهم لك ركعت وبك آمنت لك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وأن طبعا ده يكون على الحقيقة فعلا، يبقى الخشوع ما تمش عبارة عن صورة ظاهرة، أو الخشوع ده إحنا بنستمده من خلال هذا الكلام، ولكن وكأن اللسان بيترجم واقع حال الإنسان، يبقى لساني ده مترجم لواقع حالي، يبقى نقول أنا يبقى بنترجم إن فعلا يبقى ده سبق قبل الكلام، يبقى قبل ما أقول أنا الكلام ده خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي، أنا بصف الحال، مفترض كده أن أنا بصف الحال، فده خشوع حقيقي وأنا بترجمه عن طريق اللسان، أنا بترجمه عن طريق اللسان، الجوارح دي كانت خاشعة لربها فأنا بترجم
اللي خشع لله سبحانه وتعالى من جوارحي. يبقى لما اجي اقول كده والله سمع خشع، يبقى قبل ما اقول وقبل ما انا بتكلم بهذا الاقرار، يبقى فعلا انا بنظر الى حالي، سمعي ده خاشع خاشع، فبقول لربي سبحانه وتعالى خشع لك سمعي، ببص للبصر خشع ولا ما خشعش، وخشع لك بصري، ونقول مخي عظامي عصبي، يبقى جوارحي كلها خاشع لله، واللسان يعبر عن ذلك الامر. يبقى اللسان ده مش احنا بيتكلم بغير الواقع، ولسان ينطق بذلك الواقع، الواقع المعلوم من حال النفس. يبقى نقول ان ده سبق الفعل، وسبق ايضا يعني ظهور هذا الخشوع على الجوارح، واللسان يعبر بيترجم. يبقى ده اقرار نمرره على اللسان، قلنا كنتيجة ان هو يعني نائب عن هذه الجوارح، في وصف حال الجوارح عندما ركع الانسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت. دائما الانسان بيعترف كده ان الاستسلام والانقياد، يبقى بيذكرنا دائما كده بالاسلام. الاسلام لغه هو الاستسلام والانقياد، كل جوارح كده منقاده لرب سبحانه وتعالى، خاضعه لله سبحانه وتعالى، خاشعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، يرى العبد في انكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قلنا مش عباره عن كلام كده محفوظه بنحفظ الكلام، قلنا الكلام دوت حفظه انك انت تحفظه، حفظه انك انت فعلا تطبق هذا الكلام، والكلام ده انت هتطبقه هنجد الانسان كده نقول يردد هذه الكلمات، قلنا لانه وصف حال، هنصف حال، فالحال الموصوف عليه الانسان اللسان هيترجمه، اللسان هيترجمه، مش عباره ان انا يبقى اكد على حفظ الالفاظ فقط دون ان تستقر يعني فعلا داخل النفوس، ودون ايضا ان احنا نجعل هذه الاعضاء فعلا كوصف اللسان لها يبقى ابتداء موجوده عليها. نقول دايما كده انتبه، انتبه فعلا ازاي السمع يخشع، ازاي البصر يخشع، ازاي العظام تخشع، ازاي العصب يخشع، ازاي لحم الانسان مخ الانسان كل ده يكون خاشع لرب سبحانه وتعالى. قال اذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى هذا أيضا عندما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من الركوع، عند الرفع معلوم مسألة التسميع، سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى دي مسألة التسميع، ولكن نقول هذه أدعية وردت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في استمرار الإنسان في حمد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحمد، قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى صيغ الحمد كده، يبقى إزاي إحنا حنكثر من خلالها الثواب، إزاي نكثر من خلالها الثواب. وكما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قلنا اللسان دايما يلهج بحمد ربي سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، يبقى اللسان يلهج دوما بحمد ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله أن اصطفانا سبحانه وتعالى على هذه الملة، والحمد لله أن وفقنا سبحانه وتعالى إلى عبادته. يبقى الحمد لله، يبقى ده نقول هذا لسان يلهج دوما بحمد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك كانت هذه صورة من الصور، قال لك ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. دايما كده إنسان بيحتاج يقف على منن الرب سبحانه وتعالى عليه، هذه منن الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل ركب الإنسان في أحسن صورة، في أحسن صورة، وبالتالي نقول لو كان هناك تغير في أعضاء الإنسان، قلنا في أذن الإنسان أو في عينه أو في أنفه أو غير ذلك، قلنا لشوهت تلك الخلقة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم كما قال وبين سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يبقى نقول خلقة مستقيمة معتدلة
بخلق الإنسان كده مستقيمة معتدلة. قلنا لو الإنسان كده غيرت هذه الأنف حتى أصبحت كخرطوم الفيل، أو الأذن كأذن الحمار، أو نقول أن العين كانت في قفا الإنسان، نتخيل كده يعني. ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم كما قال وبين سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل يذكر العبد بنعمه، قلنا وبالتلوى في أنفسكم أفلا تبصرون، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لو خلق الإنسان على تلك غير تلك الخلقة، قلنا يعني كان حيبقى فيها مأساة، مأساة للإنسان. ولذلك قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والله تعالى عندما يصف لنا يعني كيف انتقل الإنسان من طور إلى طور، حتى انتهى بقوله سبحانه وتعالى تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله أحسن الخالقين. الإنسان محتاج كده أن يعرف نعم الرب سبحانه وتعالى عنه. قلنا ما بالك لو كانت الخلقة التي خلقت عليها على غير ذلك الوصف الذي أنت عليه. نعم ربنا سبحانه وتعالى. انظر كده للحيوانات، انظر كده للحيوانات، وأن ممكن كان الإنسان يخلق على أي صورة من هذه الصور، ولكن نقول يبقى فيها يبقى كآبة، كآبة حتى انتهى ذلك الإنسان. ولكن نعم ربك سبحانه وتعالى، والإنسان لابد أن هو يقف دوما على نعم رب سبحانه وتعالى، على آياته سبحانه وتعالى. يبقى هذه آية من آيات الله عز وجل، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلذلك كان يقول في دعائه سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته، وشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أصرفت وما أنت أعلم بهني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة، انتهى من الصلاة وسلم، قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أصرفت. إسراف الإنسان على نفسه في فعل لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. قلنا اعتراف الإنسان كده أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى وحده، وأن عشان الإنسان لا يركن إلى نفسه ولا يركن أنه والله على طاعة وأنه عنده إيمان، نقول لا، بين لحظة وأخرى. وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان دوما يكرر اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلنا يعني ننتبه دايما، الأدعية دي مش عبارة عن كلام مرصوص احنا بنحفظه، لذا نقول واقع يعني الإنسان كده انفعال الإنسان لما يدعو بذلك الدعاء فعلا تجد الخوف. يعني لما نيجي ندعي بالدعاء ده اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قلنا ده دعاء واحد يخاف على نفسه، يخاف على نفسه الردة من بعد الإيمان، يعني نقول كده بيخاف على نفسه الردة من بعد الإيمان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما وصف لنا عن الراسخين في العلم ماذا كان دعاء هؤلاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللي بيعترفوا كده الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قلنا مش كلام بيتقال، يعني إحنا مش نصل لدرجة الدعاء ده، لسان ممكن لسانه لا يبطل عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن ما فيش واقع الكلمات ده هي في حياتي. قلنا لا، ده أساسا اللسان دايما تذكر كده ده مترجم، آلة كده، آلة بتتكلم، الآلة دي أساسا يعني آلة التعبير عن كل أعضاء الإنسان، قال التعبير عن كل أعضاء الإنسان. قلنا الإنسان لما بيشتكي في قدمه لو ذهب إلى الطبيب القدم عمره ما بتتكلم، عمره القدم دي بتتكلم، لكن يا ترى مين اللي بيتكلم نيابة عن القدم؟ اللسان، بيشتكي من كذا وكذا. يقول اللسان لو كان هناك وجع في معدته في بطنه نقول البطن عمره ما بتشتكي، ولكن اللسان حيعبر. يبقى نجد اللسان كده ممكن يعبر عن كل أعضاء الإنسان. قلنا لو كان صداع في رأسي، الرأس ما بتتكلمش، ولكن اللسان نقول اللسان ده نائب عن جميع الأعضاء. يبقى أي شكوى موجودة في أي عضو من أعضائنا اللسان ده أداة التعبير. قلنا وبالتالي بترجمة عند الدعاء، قلنا الدعاء ده نقول القلب، القلب نطق، قلنا جوارح اللسان كلها بتنطق بذلك الدعاء، ولكن نقول إن اللسان هو اللي بيعبر، دي بيترجم لغة الأعضاء وبالتالي عن طريق اللسان. فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينصرف من صلاته كان يدعو بذلك الدعاء اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أصرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. لبداية الدعاء ونهاية الدعاء
وداخل الدعاء كله توحيد لله سبحانه وتعالى، كله توحيد واعتراف العبد فعلا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعى ذلك الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنا بدعي الدعاء ده هو يبقى لازم فعلا رقفة، أجد الرقفة دي في قلبي. يعني لماذا بيدعو كان بالدعاء ده؟ لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها سبحانه وتعالى ويصرفها كيف ما شاء. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. والله تعالى يسأل عما يفعل، الله تعالى يتصرف سبحانه وتعالى في ملكه كيف ما شاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. واسألوا الله من فضلك كما قال وبين سبحانه وتعالى. فكان ذلك الدعاء الذي كان يكرره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما بجي أدعو الدعاء ده فعلا أنا بدعو دعاء وفاهم معنى الكلام، فعلا بجد في قلبي كده رقفة، أخشى على نفس الردة من بعد الإيمان، أخشى من ذلك. ولذلك كما بينا أن الراسخين في العلم كانوا يدعون بذلك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. يبقى الهداية دي كانت بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما الواحد بيصلي كده بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، يقرأ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوفق إلى تسبيحة أو تحميدة، كل ذلك بهداية رب سبحانه وتعالى الإنسان، كل ذلك بتوفيق رب سبحانه وتعالى. نقول والله لولا أن الله تعالى هدانا لهذا ما كان لنا سبيل أن نهتدي إلى أي طاعة أو نوفق إلى أي طاعة من الطاعات. ولا ممكن الإنسان عارف الطاعات، عارفين الطاعات كويس جدا، عارفين مثلا لو الإنسان قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عارفين لو أنا قلناها 100 مرة عارف إن دي هتعدل يبقى 10 رقاب من ولد إسماعيل، ويكتب لي بها 100 حسنة وتمحى عني 100 سيئة وتكون لك حرزا من الشيطان، عارفين الكلام ده عارفينه، لكن لماذا لم نوفق إليه؟ أسأل الله من فضلي أو ما توفيقي إلا بالله. فالمعلومة موجودة لكن فين التطبيق؟ فين التطبيق؟ نقول والله الإنسان لما يصليش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة، وما ممكن يكون حافظ الآيات أقم الصلاة إن الصلاة كانت عنوانا كتابا موقوتا، ولكن لم يوفق إلى تلك الطاعة، لم يوفق. لما ربنا سبحانه وتعالى أوكل هذا الإنسان إلى نفسه كان الخذلان والخسران مبين. عشان كده اعتراف العبد دايما، قلنا مهما تزداد من تلك الطاعات اعلم أن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فنقول كل ما نوفق لطاعة كل ما يزداد تواضع الإنسان، كلما بنزداد قبض الرأس حتى يعني تمس الأرض وتعفر تماما لرب سبحانه وتعالى في اضطراب ذلا وانكسارا وخضوعا واعترافا بنعم رب سبحانه وتعالى علينا. يبقى كما قال سبحانه إنما يخشى الله من عباد العلماء، فعلا كلما بتعرفوا على ربه سبحانه وتعالى نجد أن الرقفة بتنتاب قلوب هؤلاء ويخافون على أنفسهم الردة من بعد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا، يبقى القلب كده يعني يتحول، قلنا القلب يتحول بس تحول عن هذا الإيمان. نقوله إزاي يتحول؟ لو ربنا سبحانه وتعالى أوكل الإنسان إلى نفسه، أوكل الإنسان إلى نفسه. عشان كده دايما الإنسان يعني يعترف لربي بالعجز والتقصير. قلنا مش اعتراف كده يعني عبارة عن أقوال اعتذار وانتهت، لا ده حقيقة كده يكون حقيقة، وبالتالي حيرى ذلك الأثر على ضبط سلوك الإنسان، بيحاول بيجتهد نجتهد في تقويم النفس وتهذيب النفس وتزكية النفس بهذه الطاعات وضبط السلوك واستقامة الإنسان على المنهج على طريق ربي سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا الكلام ده بيبقى محاولات جادة من الإنسان، مش عبارة عن كلمات كده نحفظها، الإنسان يبقى حافظ الكلمات دهية، ولكن نقول شتان بين ما يتكلم به وبين عمله وسلوكه. لكن نقول حال الإنسان المسلم دايما القول ملازم للعمل، الظاهر ملازم دايما للباطن. فلذلك كان من دعائي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قلنا إيه المناسبة؟ احنا خارجين من طاعة، الإنسان خارج من طاعة، ولكن مع ذلك يقول يعني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انصرف من صلاة يستغفر ثلاثا، يستغفر. نقول ليه؟ قلنا مهما أدى العبد من طاعات، مهما أدى العبد من تلك الطاعات حنجد أنه هو تقصير، يعني تقصير في جنب الله سبحانه وتعالى في إتمام لتلك حتى تلك الطاعات. كذلك أيضا بيذكر في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان إذا قام الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه أحد من كفيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا نحو حديث عبد العزيز في الدعاء، يزيد وينقص الشيء ولم يذكر، والخير كله في يديه والشر ليس إليه. وزاد فيه ويقول عند الصلاة في الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت، أنت إلهي. يبقى الإنسان كده يعترف أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة، أن الله تعالى لا يخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت. يبقى السر يبقى كالعلانية بالنسبة لهذا، بالنسبة للرب سبحانه وتعالى. سر الإنسان زي العلانية، السر ده بيبقى سر عن المخلوقين، هذا سر أنا بحفظه داخلي، فده بيبقى محفوظ عن المخلوقين، لا يستطيع إنسان أن يطلع على ما بداخلي أبدا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني ينظر إلى قلوب العباد. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة لا في الأرض ولا في السماء، ولا أكبر من ذلك ولا أصغر، فيش حاجة بتعزب عن ربك. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل الحاجات دي مكتوبة في اللوح المحفوظ، كل ذلك سبق في علم ربك سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب، قلنا الإنسان لو مكث ينظر ويدقق النظر ويعيد النظر ويكرر النظر دوما في الآية دهية، قلنا الآية دهية أساسا هتغير من داخل الإنسان. وعنده سبحانه وتعالى مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والله لو استقر المعنى ده داخل النفس هنجد الإنسان يسير على طريق رب المستقيم، ينتظم كده يستقيم على الطريق المستقيم. ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، حتى لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما، الله تعالى قد أحاط بكل شيء علما، قلنا ما فيش حاجة تخفى على ربك سبحانه. لذلك كان هذا الاعتراف عندما كان ينصرف من صلاته: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. دائما كده جددوا الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم يقولون: كيف نجدد الإيمان؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله، أكثروا من قول لا إله إلا الله. وإنه مش كلمة بقى تقال، فعلا نقول كلمة نريد أن احنا نستمع إلى القلب هو يتكلم بها، عايزين القلب كده، القلب فعلا بيتكلم بهذه الكلمة، نقول خارجة كده، يعني زي ما نقوله ايه كلمة اه دي خرجت، نقول ده خارجة من قلبه، يعني بيتأوه كده، يبقى نقول الندم كله لأنه خرج من قلبه. يبقى بنرى الكلام ده على ظاهر كلام الإنسان، نقول يبقى لا إله إلا الله فعلا خارجة من القلب، تحس برجفة كده في القلب، حس بالطراب وهزة في القلب، والإنسان بيقول لا إله إلا الله. ولكن احنا المطلوب فعلا نجدد هذا الإيمان، تحريك الإيمان داخل القلب، تحريكه دايما كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن نكثر من قول لا إله إلا الله. ثم ذكر أيضا في رواية عن شعيب ابن أبي حمزة أنه قال: قال لي ابن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين. قلنا في اللفظة الأولى اللي هي كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعدما يقوم في إلى الصلاة ويكبر: وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة والمشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال لكن إحنا لما يجي نقول وأنا من المسلمين، قلنا يبقى سواء نقول وأنا من المسلمين أو نقول وأنا أول المسلمين، إما أن إحنا نتأول على هذه الصورة، وإما أن إحنا أساسا نتعبد لله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا من المسلمين على أساس مش أنا أول المسلمين، لكن هذا بينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم لوجه الرب سبحانه وتعالى لأن الرسالة نزلت عليه. لكن طب لو إحنا قلناها وأنا أول المسلمين نقول يصح ذلك القول وأنا أول المسلمين؟ قال العلماء معناه بيان المصارعة في الامتثال لما أمر الله تبارك وتعالى به، يبقى معنى كده وأنا أول المسلمين يعني أول من يبادر نسارع كده إلى امتثال ما أمر الله سبحانه وتعالى به. يبقى لما قال شعيب بن أبي حمزة قال لي محمد بن المنكدر رحمه الله وكذلك ابن أبي فروة وغيرهم من فقهاء أهل المدينة
فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يبقى بدل ما يقول وأنا أول المسلمين يبقى أقول وأنا من المسلمين، قلنا سواء نحن نتأول على تلك الأفضل أو نحن نقول نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول المسلمين يبقى معناها مش أنا أول من أسلم، ولكن معناها المبادرة والمصارعة إلى امتثال ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ثم أذكر بعد ذلك رواية أخرى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأسا، فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها، فقال قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أيهم يرفعها، وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال حميد وأنس بن مالك رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس، قلنا كان بيسرع كده، قلنا يعني لغاية لما وقف النفس كان بيتردد بسرعة، كان بيتردد بسرعة، قلنا كنتيجة أنه هو يعني عايز يدرك الصلاة من أولها، فلذلك قال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وبركا فيه، أنه وفق إلى ابتداء الصلاة، أنه وفق أساسا إلى ابتداء الصلاة. يبقى لما الإنسان كده بيسمع الإقامة، قلنا ساعات البعض كده بيسرع الخطى، بيسرع الخطى، يسرع الخطى ليه؟ عشان يدرك الصلاة. فالرجل ده أتى وقد حفزه النفس، قلنا النفس بيتردد بسرعة، قلنا لما زال الإنسان كده مشى بإسراع الخطى قلنا بيبقى إيه النفس بيتردد بسرعة بشدة كده، نسمع ممكن تنفسه، تنفس الإنسان ده احنا بنسمعه. فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أيكم متكلم بالكلمات، فإنه لم يقل بأسا، عشان طبعا هنا ما يظنش أنه فعل فعلة كبيرة، وبالتالي يطمئنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلام كويس مش كلام وحش، فمين متكلم بذلك الكلام؟ ده معنى الكلام أن الرجل صدر منه هذا الحمد لله سبحانه وتعالى بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنا رسول الله، وبعدين ذكر كده إيه السبب؟ قال جئت وقد حفظني النفس فقلتها، فقال يريد أنه جاء يعني من شدة سعي للصلاة، يبقى قال أنه صوته طاع كهذه، قلنا مش مقصده كان إخراج اللفظ ده بصوت مرتفع، لكن نقول الإنسان لما يكون نفسه يعني بياخده بشدة كنتيجة السعي الشديد والجهد الشديد اللي هو بذله، فحنجد أنه ممكن لما يتكلم كلامه يطلع بصوت مرتفع، فقال قد حفزني النفس فقلتها، قال قد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، إن كلمات الملائكة بيقولنا بتتسابق أيهم يقوم برفعها إلى رب سبحانه وتعالى. فقال زاد حميد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. قال إن الحديث صحيح دون هذه الزيادة، ولكن طبعا يعني هذا الكلام ذكرناه قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المسلم يأتي أو عليه السكينة والوقار، وأنه يمشي المشي المعتادة ولا يسرع الخطى، قلنا حتى لو أقيمت الصلاة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن إحنا ما أدركنا صلينا وما سوقنا به نتممه بعد ذلك، لكن نقول أنه نفرق ما بين أمرين، نقول أخطأ في السعي الشديد للصلاة، أخطأ في السعي الشديد للصلاة، لكن نقول يعني شوف كان همه أساسا هو إسراع الخطى حتى يدرك الصلاة من أولها، فدي يبقى محمود الكلام اللي قاله ده كلام محمود، لكن السعي إيه نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول ده دايما من الإنصاف ودايما من العدل، هذا من العدل ودايما من الإنصاف، يبقى أنه أخطأ في صورة، ولكنه نقول يعني كان في صورة تانية كانت صورة طيبة صدرت من ذلك الرجل، فلذلك قال إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي مش المعتادة، قال فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. يبقى نقول حتى نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل دوت يعني 12 ملك كلهم بيسرعوا ويسابقون في أيوم يرفع إلى ربي سبحانه وتعالى، كلمة طيبة أقر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده ما يمنعش أنه هو يعني أخطأ في أنه أتى يسعى إلى الصلاة، والصلاة إن أتاها الإنسان يأتي عليه السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونبعيني طبعا نية تكون طيبة
عشان ندرك الصلاة من بدايتها. نقول يبقى أنت لابد أن تعد العدة لذلك، تستعد دائما أنك أنت تأتي مبكرا إلى صلاتك، فما يكونش أساسا مبرر ولا أساسا عذر يقدمه الإنسان أنه ما سعى إلا كي يدرك الصلاة. نقول لا، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى، من هذه الصور أن أنا أأتي إلى الصلاة بهذه الهيئة. قال إذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي، قال فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبق. ثم ذكر رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو لا أدري أي صلاة هي. الراوي يذكر عمرو بن مرة قال لا أدري أي صلاة هي، فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان من نفخ ونفث وهمز. قال نفث الشعر ونفخ الكبر وهمزه الموت. قال جبير المطعم رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فكان يكبر بهذه السورة، ولكن قال المحقق أنها رواية ضعيفة. هنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذ بربه سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، يبقى قبل افتتاح القراءة. هنعلم أيضا أن هي من ضمن ما يتكلم به بعد دعاء الاستفتاح، بيبدأ القراءة بيبدأ القراءة بالاستعاذة بربه سبحانه وتعالى، وبعد ذلك البسملة، وبعدين قراءة الحمد لله 40 كما سنعلم بترتيب الصلاة. ولكن الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تلك الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، إلى آخر، حتى يستعذ برب سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان من نفخ ونفثه وهمزه. أيضا ذكر في رواية عن عاصم ابن حميد قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. بيسأل عائشة رضي الله عنها يعني كيفية افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته في الليل. قلنا على أساس بيسأل عائشة رضي الله عنها على أساس أن هي تباشر ذلك الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبترى فيما لا يراه الناس، يبقى بترى في أوقات لا يراه فيها الناس، فإزاي صلاته بالليل؟ كيف يكون ذكره في الصلاة بالليل؟ قال بأي شيء كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل؟ قالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر عشرة وحمد عشرا وسبح عشرة وحمد الله عشرا عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني وأتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. إذا ده كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعله إذا قام بالليل، إذا قام الليل يبقى كان بيفعل ذلك الذكر. هنعلم أيضا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفتتح، يعني أول ما بيقوم الليل كان بيفتتح ذلك بالدعاء، يفتتح ذلك بالدعاء. فتقول عائشة لما سئلت عن ذلك إزاي كان بيستفتح النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك. فساعات بيبقى فيه نوع من أنواع التقصير، نوع من أنواع التقصير، وما كان الدين إلا سؤالا وجوابا، يعني الدين ما كان إلا سؤالا وجوابا. سن دايما يسأل، وكان يعني هؤلاء يسألون عن كيفية صلاة النبي، كيفية كذا وكيفية كذا، وأن حتى يقوم الإنسان بأداء هذا الأمر بصورة صحيحة، صورة تتفق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان إذا قام كبر. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام كبر عشرة وحمد الله عشرة وسبح عشرة وهلل عشرة واستغفر عشرة وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة، يتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام الليل، قالت كان إذا قام الليل كان يفتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إن كل ده بيتأول الآيات صلى الله عليه وسلم، كان النبي
صلى الله عليه وسلم بيتأول الآيات. يبقى كما تقول عائشة قلنا احنا نظرنا كده الى افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة بالليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لذلك كان أيضا من هذا الدعاء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إمام. تراجم دي كلها تراجم، وإحنا ما ننظر كده إلى هذا الدعاء الذي كان يفتتح به النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالليل، يبقى نقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. إيمان بالملائكة، قلنا الإيمان إزاي بنحركه في الأدعية، لما نيجي ننظر كده وندقق النظر في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كلها إيمانيات، كلها تحريك للإيمان والعقيدة، كلها إقرار. نقول هنا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، بنتكلم كده أدي الإيمان بالملائكة إزاي بنحركه، إزاي بنحرك ذلك. وكذلك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، والله كلها أسماء وصفات، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إن الحكم إلا لله، اعتراف كده. الله عز وجل هو الملك جل في علاه، والله تبارك وتعالى الذي يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه. يبقى ده اعتراف كده، نقول له الكلام ده احنا بنقرأه، لكن إزاي نحوله إلى حياتنا، وإزاي نحن يعني نقر بذلك دوما على ألسنتنا. قلنا ما فيش شك أن تكرار الإنسان وتقرير الإنسان لذلك الكلام بيؤثر تأثير على قلبي. قلنا دايما كده كأن اللي في قلبي كده أنا دايما أردده، أردد عشان أجدد الإيمان، أحرك الإيمان، بواعث الإيمان أحركها دوما. فبيحتاج الإنسان إلى تكرار هذا الإقرار، بنكرر هذا الإقرار، إقرارنا بتوحيد الرب سبحانه وتعالى، وكذلك تكرار والإقرار بأصول الإيمان. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يقول هداه الإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. نقول ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش دعاء كان بيعلمه لنا فقط، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به إلى ربه سبحانه وتعالى، هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد به إلى ربه. نشوى الله ده خرج وقال للقوم عندما تقومون الليل يبقى تدعو بذلك الدعاء. عائشة رضي الله عنها بتنقل لنا ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى ليل، إذا قام إلى ليل لصلاته يبقى كان يدعو بذلك الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يبقى مشيئة رب سبحانه وتعالى الإيمان بالقدر، ونقول أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. أقول بيحرك كل أصول الإيمان، كل أصول الإيمان بنحركها. قلنا دعاء، إن دعاء كلمات معدودة لكن كل أصول الإيمان بنحركها. إحنا نقوله لما نيجي نسأل بس إيه الإيمان، نقول والله يبقى أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والآخر، وأن تؤمن بالقدر خير وشر كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل. لكن أنا أحركها في قصة نفسي إزاي دايما كده، أنا يعني كأني بقول مش لما بنسأل، لما بنسأل حنجيب السؤال ده، لكن أنا بين الحين والحين بردد كده أصول الإيمان عنده، الإيمان بالله والكتب والرسل والملائكة، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بقدر خير وشر، تحريك الإيمان أهو. يبقى قال إنك أنت تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، لذا ولذا بهدي الله، وكذلك كل ذلك مشيئة رب سبحانه وتعالى. اعتراف العبد كده أن مشيئة رب سبحانه وتعالى نافذة، الإيمان بالقدر متحرك أو الإيمان بالملائكة متحرك، الإيمان بالأسماء والصفات متحرك. ونقول أن قلوب العباد بين إصبعين وصبع الرحمن، يبقى كما يحركها النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته، يبقى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. نرجئ الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك المرويات إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.